الجبرية، الجهم بن صفوان وأتباعه، فقالوا العبد ليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو مجبور على ما يحصل منه بدون اختياره، فهو كالآلة بيد من يحركها، كالريشة في الهواء، كالميت، كالجنازة على النعش يقلبها الغاسل. فالعبد مجبور في أفعاله وتصرفاته، إنما هو آلة تحرك. فهم غلوا في إثبات إرادة الله ومشيئته، ونفوا مشيئة العبد وإرادة العبد.